أهلا بكم من جديد. طالب رئيس أقليم كردستان تشيرفان بارزاني حل جميع المشاكل والخلافات بطرق سلمية. وقال بارزاني في تغريدة على تويتر في اليوم العالمي للتعايش السلمي: نؤكد دعمنا للتعايش والسلام في أرجاء العالم، ونطالب بحل جميع المشاكل والخلافات بطرق سلمية. وأضاف: نعمل لتبقى كردستان موطنا أبديا للتعايش بوئام وسلام.